طيب بالنسبه لطاقم التحكيم، لان ناس كتير برضو بتقول لك انا عايز اعرف طاقم التحكيم الخاص بيا مين. عندك اول حاجه الاسباني خوسيه لويس، ده هيكون حكم المباراه. مين المعاون بتاعه؟ اسمه انيجو بريتس لوباز، ده هيكون المساعد الاول، وديجو سيلفيا ده هيكون مساعد ثاني. وتقرر برضو تعيين خوسيه لويس حكما لتقنيه الفيديو بعوانه ديفيد ماندي جيمس، ده في غرفه الفار. فبالتوفيق ان شاء الله للفريق تاني. وبنأكد يعني احنا يعني خلاص ده يوم القمه بيكون عيد، وتاني يوم للقمه بيكون عيد برضو لكل مشجعي الكوره. يعني نتمنى يكون في لقاء تاني ممتع والفوز يكون حليف الاهلي اللي الدوافع عنده برضو. يا كريم لو اتكلمت على دافع كل فريق اكيد الاثنين نفسهم يكسبوا، بس الدافع عندنا اكبر لان احنا بقالنا يومين في معسكر مغلق والكل جاهز في حاله كمان تركيز كبيره جدا. وعايز اطمن حضراتكم برضو بالمناسبه على الحاله المعنويه البدنيه للاعبين في أتم حال، ما تقلقوش خالص من الحتة دي. بقول لحضراتكم بمعلومات الحالة البدنية والنفسية والمعنوية، الدنيا الحمد لله كويسة جدا، ما فيش أي مشكلة. وزي ما بيتقال الأهلي بما انحدر، مش بس اللعيبة، الأهلي بما انحدر حتى بالجهاز الفني، حتى بينا احنا كجماهير أصلا. فإن شاء الله خير.